غاب القائد الجديد لمقاتلي الصحراء. تفاصيل أكثر في تقرير موفد الجزيرة الرياضية محمد الوضاحي. آخر مران للخضر قبل التنقل إلى بولوكواني لمواجهة سلوفينيا حمل معه أخبارا غير سارة للمدرب رابح سعدان. إصابة الثنائي عنتر يحيى ورفيق جبور عنصران أساسيان كان يتوقع أن يعتمد عليهما شيخ المدربين في أولى مباريات المونديال. إصابتان لم يتبين بعد مدى خطورتهما ولكنهما تحيران المدرب. شوف المهم يعني الجواب اولا احنا عندنا 23 لاعب يعني مهما يصير لان هذا شيء طبيعي في كل فريق ولا منتخب عندنا البديل في نفس المستوى وما فيه خوف ولكن هو عنده خبره كبيره وعنده درك عنده حتى من الناحيه النفسيه عنده كما يقول لك مكانه ممتاز وخاصه على العناصر الاخرى نتمنى ان شاء الله يكون جاهز غدوه ان شاء الله بكره واكيد باللي من العشيه نشوفوا ما هو قرار الاطباء باش ناخذوا كل رغم هذا الطارئ الا ان اجواء محاربي الصحراء بقيت متفائله وجميع اللاعبين بعد ميران اليوم بدأوا التركيز على مواجهتهم الأولى أمام سلوفينيا التي يعتبرونها محددة لمستقبلهم في العرس الكروي العالمي. جو راهي مليحة الحمد لله رانا نطريني ورانا نحضروا التدريبات المقابلة القادمة إن شاء الله. دوك احنا رانا انا واعيين بالمسؤوليه بوش راه يستنى فينا ان شاء الله حيكون حنقدموا مقابله في القمه ان شاء الله. بعد ان توضحت صوره التشكيله الاساسيه التي ستخوض مباراه سلوفينيا جاءت اصابه يحيى وجبور لتخلطان الاوراق ومعها يبقى الترقب سائدا وانتظار قرار الطاقم الطبي سيكون حاسما عشيه المباراه. اللمسات الأخيرة يضعها المدرب رابح سعدان على تشكيلة منتخب بلاده قبل مواجهة سلوفينيا، مواجهة يعتبرها المراقبون منعرجا حاسما في مشوار الخضر في مونديال جنوب أفريقيا. محمد الوضاحي، الجزيرة الرياضية، من مقر تدريب المنتخب الجزائري في سان